السلام عليكم. هو مفيش شتا السنه دي ولا ايه؟ اه هو اتاخر شويه السنه دي صحيح. مفيش شتا السنه دي خلاص يعني؟ طب هنعمل ايه بقى؟ ما هي اراده ربنا، هنعمل ايه؟ هنفهم بس، لا عاوزين نفهم بس. ايوه عايز تفهم ايه؟ تفهم، انا معاك انا فاهمك، اقول لي انت عايز ايه؟ يعني الشتا خلاص يعني مش هيجي؟ هو هيجي، بس هي الحكايه كلها يعني هي اراده ربنا، يعني واخد بالك؟ عاوزين نفهم بس. انت عايز تفهم ايه بقى؟ يعني الشتا السنه دي مش هيجي ولا ايه؟ طب اقول له ايه ده بقى؟ يعني اروح اجيب له شتا واجي ولا اعمل ايه؟ عاوزين نفهم بس. ماشي بالعقل كده، خليني انا احاول ابقى معاك انا ما تقلقش، انت عايز تفهم ايه بقى؟ مفيش شتا السنه دي خلاص يعني؟ امشي امشي، هي مرارة واحده. الحكم الجاي بقى تجيب جزر عشان الجزر بيقوي النظر. ما عنديش جزر. ليه؟ ده الجزر مفيد. الحكم الاول يا زين، بمسك كرباج وبضرب 10 ضربات وبقول لك توب يا زين، وانت تقول لا ما راح اتوب. ما راح اتوب. حاج انت كنت بتسال عليه يابا؟ هو مفيش شتا السنه دي ولا ايه؟ لا ده ممكن ما يجيش يا حاج، ده غضب ربنا علينا، ده احنا ممكن نولع كمان. توب يا زين. اسمع اسمع كلمه الاخ. لا انت لا لازم تتقال اثار الضربه. يلا دول اتنين ولاد والحاج لسه بيسأل الشيت هيجي ولا لا. رحمتك يا رب يا رب، خرجنا منها على خير. وين الملايين الشعب العربي؟ وين اقول لك وين؟ وما تزعليش. الشياكة والجمال والحلاوة دي ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله. كسخة يا ماما كسخة، ريحة فرح. يا رب انا عايز نص سكة توتة في كرشها، ده اللي مبينة واثقة من نفسها ومش عايزة حاجة تاني. يعني ايه كسخة توتة؟ كسخة يعني شياكة بس بالخليجي. جوزي سعودي يا ماما قال لي عايزك تروحي كسخة. كشخة مدلوحة بقى يعني، ده وايه الكرش ده؟ انتوا اكل عيال صغيرة جوه ده ولا ايه؟ احنا بقى اللي معانا البير وغطاء. شوف ازاي، شوف ازاي الست سايبة المواعين والطبيخ اللي وراها وطالعة تنصحنا. معاك البير وايه؟ وغطاء. خلي بالك ما تقول لها حاجة يا حاج، انصحها. قومي يا مرة، قومي قومي، روحي لبيتك وجوزك وعيالك، مفيش حد بينفع حد، أهم حاجة بيتك وجوزك وعيالك. حتى الحاج رأيه من رأيه، اتكل على الله بقى. أسوأ ما يمر به المرء أن يحزن من نفسه على نفسه. طيب. أيوة أنا هو اللي قويت عليه. لا واثقة من نفسها قوي، واخد بالك أنت. فيها حاجة كده، حاجة محترمة، فيها احترام، أيوة فخر ووكر كده. تعالوا بقى إيه؟ اسمعوا المشكلة الجديدة. قلت في عرب. أول مصيبة الجديدة. مصيبة؟ لا قولي يا أختي قولي. واحدة الست الهانم دي بتشتغل من ورا جوزها. شوف الأولى بتعملها إزاي دي؟ يعني بتفتح لايف من ورا جوزها. يا قادرة يا أختي، ده إحنا مش نسوان بقى، ده إحنا نتبروز. طول ما هو جوزها قاعد في البيت بتبقى حاطة السماعات في ودانها وتقعد تكتب لاصحابها في اللايف. الصيعه بتاعت الشباب دي يتقال عليها ايه؟ انت عارفه يا اختي يتقال عليها ايه؟ خلينا ساكتين احسن، خلينا قافلين بقنا. جوزها اللي بيشقى ويتعب عشانها يستاهل منها الكذب؟ لو النبي يا اختي ما يستاهل، ما انت عارفه اكيد البنت دي طالعه لامها، ما بيقول لك ايه اللي بالقدر على فمها تطلع البنت لامها، بس هنقول ايه؟ خلينا ساكتين احسن. بكره اقول لكم هيحصل فيها ايه؟ بس ما تتاخريش علينا، بس انا بقولها لك اهو من دلوقتي اكيد هيطلقها، الصيعه بتاعت الشباب، خلينا ساكتين احسن. مش انتوا بعد بتقولوا لي يا بت يا بت يا بت في الفيديو اللي فات؟ ايوه. شو عليكم وعلى بيقول لي يا بنت، ده انا نفسي اروح لكم اموتكم كده اهو، ده انا هكسركم، بس اصبر اصبر يا برتين. اطفال احباب الله دول ما نقدرش نتكلم معاهم. على فكره انا مش جايه بهرج. لو حضرتك ما اصلا ما انبهرتش، ما فيش الكلام ده، وهم. انا اللي انبهر نفسي. حضرتك اللي انبهر نفسه اللي ما كانتش برنيطه دي. يتوب علينا ربنا. انا زمان لما كنت في الابتدائي والاعدادي والثانوي كنت عايز غلط. الله اكبر، الله والله انا خايف عليك انت يا ابني، والله العين وحشه. الحقوني ادخلي عندي لايف، بلعب مع واحده مريضه نفسيه. ايه بتلعبي مع نفسك ولا مفيش مريض اكتر منك؟ مريضه نفسيه مريضه. ايوه بنتي، ما انت كمان مريضه نفسيه مريضة. ولا وكمان عندك انيميا، يعني شوفي القرف. صمت بالله ان انا اشتريت العلبه دي، ومبسوط ان انا اشتريت علبه كليوباترا. بفتح العلبه يا اخويا ابص الاقي جواها ايه. حقيقي دي يا جماعه حصلت مع واحد صاحبي، جاب علبه سجاير لقى حاطط له فيها فل وفيها مسامير كده متقله زي كده علبه سجاير بالظبط. ما بنضيعش وقت، احنا بننصف في اي حاجه. ايه ده؟ مين مين يا ولا جاي لنا دلوقتي؟ مين مين؟ خير في حاجه؟ اه جايه ابارك لك على الترنج. الله يبارك فيك اختي. ترنج ايه؟ في ايه؟ فانتش دخليني حبيبتي. لا ما عنديش ترنجات، ده انا ترنج. ثواني بس، ده انت ايه؟ انت مش طلعتي ترنج؟ مين دي؟ انا ترنج مين؟ انا ما كانتش ترنجات يا ماما. شكرا، مع السلامه. طب دخليني عندك. هو انت عافيه الحقوني. طب ده يا ريت على قد دي وخلاص، ولا انا مخبي عليكي من بدري يعني؟ الواد بيصورك كنت مش واخده بالك. انت بتصور يا ولد؟ ايه اللي جاب مين دي؟ انت بتصورني والناس داخله؟ انا مش عارف انت هتلاقيها منين ولا منين، ولا خدي بالك بعد كده من الواد اللي عمال يصور فيكي ده.
الله صحيح مين دي؟ مين دي؟ امشي امشي. مش كلكم اللي عندكم كلاب وبس، انا عندي كلب جيرمان. عندك كلب ايه؟ عندي كلب جيرمان. ده جيرمان؟ ده بلدي يا ابني، وبعدين هو في حاجه اسمها جيرمان اصلا؟ وده في اي عيطه بيحميلي وبيقعد اي حد ايه بس بقى كفايه كده، كفايه ما تحصلنيش اكتر من كده على البقره العماله دي يعني. وانا احمد بكر، ولو عاوزين تشوفون انا اهو. امشي. ام غل من غلها بعتت عيال تطبل لها وترقص لها. وطي وطي البوتاجاز اللي مولع تحت منك شويه، ابعتها لها. وصلت يا فندم، وابعتها لها عن طريق الايميل. انا ما تقلقيش. مع السلامه. مع السلامه. خلينا نشوف. تيت فوزيه مسكنا الفول والطعميه، حتى على فرخه عدت عليا. ثانيه واحده معلش، انا اسف يعني لو فيها رزق. هاتولي السلعه. هاي اسمعوا مثل النهارده بيقول ايه. سابت جوزها بالفرشه مفتوح وراحت تلعب. بس انا عارف انت هتقول ايه. كفايه سفاله سلعله، فضحتني. هاشتاج كيدهن عظيم. سلعله اظبط الحشو عشان في طالع ونازل ويظبط نفسه. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. سلام. لا عاوزين نفهم بس، يعني الشتا السنه دي مش هيجي ولا ايه؟ عاوزين نفهم بس. افهمه ازاي ده بقى؟